تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رسالة خطية من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تتعلق بالعلاقات الاخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها وتسلم الرسالة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الذي استقبله صاحب السمو الامير فيصل بن فرحان ال سعود وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه الذي وصل الى المملكه اليوم ضمن جوله في دول مجلس التعاون حضر اللقاء سعاده المستشار صالح العتيبي القائم باعمال سفاره المملكه العربيه السعوديه لدى البحرين والوفد المرافق للوزير السعوديه